حق سلسلة وتبدأ الشخص لم تعد تنبع من المركز الوظيفي والموقع الوظيفي الذي يحتوي، سواء كان مدير اقليمي او رئيس الاحتلال الانشطه او مهمات السلطه المعارضه. فالسلطه تنبع من تمثلاتك، من قيمك، من طريقه تفكيرك، من طبيعه العلاقات التي تنسبها مع وظيفتك الانساني والمحيط العملي. وهذا ينطبق طبعا على السي المصباحي الذي كان طبعا يجسد شيء فقدناه طبعا في زماننا او قل اصبح عندنا نادرا، وهو قيمه القيام، ان قيمه الشخص في قيامه، في تربيته، في عطائه. ولا زال يوصل هذا، لا زلت استعين به وبقوه القانون وبقوه القيام. سعيني في المدينة. والسي المصباحي طبعا كذلك نظير لوالده بشكل كبير، مربي واحد الطبيعة خروف، يكون فنان رقيق كذلك، وإنسان يعرف ربه بشكل كبير. إذا